بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أنا ممكن إزاي حضراتكم عاملين إيه؟ مبسوطة إني أكون في اجتماع جميل كده، وإنتوا دايما ناس نشطة فبشوفكم في اجتماعات كتير. بنعمة ربنا الموضوع مهم لأنه بيخص أطفالنا، وحتى اللي ما عندوش أطفال هو بيتعامل مع أطفال، سواء أطفال إخواته أو حواليه، فما فيش حد فينا يقدر يستثني نفسه من الموضوع ده، إنه أكيد هيستفيد منه سواء عنده طفل أو عنده حفيد أو عنده حد قريب ليه. عشان كده اوعوا تغيروا المحطة واوعوا تقفوا في أي حتة. بنعمة ربنا هنتكلم عن أخطاء في تربية الأولاد، أخطاء بدون إحنا ما بندرك إحنا بيكون لينا وإحنا بنربي، لأن إحنا طبيعتنا ساقطة، ولأن إحنا بشر مش كاملين، فأحيانا لما نيجي نربي إحنا كمان بنطلع ناس غير كاملين، مش كده؟ ومهما حاولنا ومهما حطينا كل طاقتنا ومهما درسنا بنلاقي نفسنا إن إحنا برضو بنقع في أخطاء، وإحنا بنبقى شايفين أخطاء الناس اللي قبلنا وإزاي أهلنا ربونا، واللي يقولك ده أنا أبوي عقدني، واللي يقولك ده أمي كانت بتعمل فيا كذا وما شفتش منها يوم حلو، وما بنبقاش عايزين نوصل ده لأولادنا، مش كده؟ لكن للأسف إن إحنا عمالين نتوارث أخطاء التربية من جيل إلى جيل. الحقيقة إن الأطفال في كلمة ربنا مهمين جدا جدا جدا، أنتوا لا تتخيلوا الله بيهتم قد إيه بالأطفال. فاكرين الرب يسوع لما كان بيقعد كده ويجيله الولاد، كان ما كانش بيتعامل بالكبرياء بتاعنا وبعيده بقى واحنا الكبار وحاسين دايما ان هو مهم مثلا، او ان احنا بتوع الحاجات المهمه، لكن بيحس دايما ان مواضيعهم والامور اللي خاصه بيهم مهمه جدا، لدرجه ان هو كان ممكن يعطل وعظه علشان ايه؟ يحضر فيهم شوية ويبوس فيهم شوية ويتكلم معهم شوية ويدي حتى أمثلة بيهم. كان يقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات، وكان دايما يقرب منهم. كان التلاميذ عندهم يعني عجرافة شوية، فكان يجي الأطفال يعملوا إيه؟ ينتهروهم ويزعقوا لهم، لكن المسيح كان بيعمل إيه؟ كان بيضمهم ويحبهم. كان حاسس ان هو بيتعامل مع كيانات مميزة جدا. الحقيقة ان الاطفال في كلمة ربنا مهمين جدا عنده، وما كانش ابدا يحب ان حد يأذي طفل سواء بقصد او بدون قصد. ممكن الباوربوينت يشتغل؟ هي مش شغالة فوق؟ طيب عموما بيقول ان الاطفال في كل الديانات، ان الطفل تحت سن الادراك، وبما انه تحت سن الادراك فلا يمكن ان هو ايه الله يحاسب طفل ان هو قبل او ما قبلش. فعشان كده بيقول ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. هو حط لنا معيار، لو عايز تدخل فيها، لو عايز تدخل ملكوت السماوات لازم ارجع واصير مثل الايه؟ الاطفال. ودايما ربنا بقول لكم يعني يحب قوي ان احنا ما ناذيش ولا نضايق طفل. مره كده قال ان اللي بيعسر والتعثره دي معناها يضايق، يتعب، يؤذي نفسيا او يؤذي معنويا او يؤذي ماديا. فقال ان خير له ان هو يطوق عنقه بحجر راحة ويرمي نفسه في النهر. كان بيهمه قوي ان محدش يحتقر طفل. قال كده ان لا تحتقروا احد هؤلاء الصغار المؤمنون بي. عارفين ليه؟ لان ملائكتهم كل حين قدام او بينظروا وجه ابي الذي في السماوات. يعني في ملائكة للأولاد، ملائكة خاصين بيهم كل شوية عن فين؟
بيدوا كده تقرير قدام ربنا على الطفل دوت اللي اتأذى، او الطفل اللي تعب، او الطفل اللي اتهان، او الطفل اللي اتضرب. تخيلوا في ملائكة مخصوصين بتوع الاطفال دول، على طول دول بقى موجودين على طول قدام ربنا بيوصلوا له طلباتهم. مش احنا دايما كنا نقول كده ان ملاك الرب حال حول فيه وينجيهم، واحنا حتى واحنا بنربي الاولاد نلاحظ ان هم يعني ربنا بيستر معاهم بطريقة نقول مش معقول، يعني يبقى لان هم طبعا صغيرين، والكتاب المقدس بيقول ان الجهالة مرتبطة بقلب الولد، هم فهمهم على قده، ما بيبقوش فاهمين، ما بيبقوش مقدرين الابعاد. فممكن تلاقي طفل رمى نفسه من مكان عالي قوي، هو بيلعب، هو مش دريان بده، تلاقي ربنا عمل معاه، نقول ربنا عمل معاه معجزة، ده كان طالع الشباك مرة كده عذبنا ماما احنا كتير. ماما ايه واحنا صغيرين كنت بلعب انا واخويا بالكورة، وبعدين الكورة وقعت من الشباك، فاخويا قرر ان هو ينزل يجيبها وياخدني معاه، بس مش من الطريق الطبيعي، لكن كنا نازلين من شباك. في الوقت ده ربنا كده ينبه ماما بطريقة معجزية وبصلواتنا لجرجس، تبص تلاقيها جات لنا في الوقت ده. بجد في ممكن الأطفال تعمل مصايب مصايب، لكن تبص تلاقي ان فعلا تحس ان ملائكتهم على طول موجودة وحرساهم، لان هم دون سن الادراك ودون ملائكة ودون سن الوعي. عشان كده مهم قوي ان احنا واحنا بنربيهم احنا بنتعامل مع كيانات هشة جدا. عارفين كده لما يكون حد فينا جايب لمبة ازاز نيون او كده بشيلها بحرص قوي، ليه؟ الازاز بتاعها هش قوي، اقل خبطة اقل خدشة ممكن تحطمها خالص، او ممكن الاطفال بالظبط كده نفسيتهم بتبقى ارق بكتير من ان احنا نتعامل معها بشدة. الكبير بيبقى بتمشى عنده قوة في نفسه، بيقدر يتصرف، بيقدر يدافع عن نفسه، بيبقى فاهم. خدوا بالكوا ان اطفال كتير بيتأذوا وهم حتى مش فاهمين ان ده غلط او ان ده مش مفروض يحصل لهم. في اطفال بتتأذي جنسيا لان هو مش فاهم، بيتضحك عليه. في اطفال بتتأذي نفسيا وهو بيبقى فاكر ان هي دي الحياه، يعني ما يعرفش ان هو في بيئه مش كويسه ومش مفروض ان هي تربي. مشكله اذى الاطفال او مشكله التعامل السيء مع الاطفال ان هم بيبقى صعب يكتشف. يعني اي حد فينا لما بيتعامل، ما تشغلوش قوي بالباوربوينت، بيبقى الطفل صعب قوي ان احنا نكتشف ان هو اتأذى او تعب. في اهالي بتكتشف بعد مدة كبيرة ان اطفالهم كانوا بيتأذوا جنسيا، في اهالي بتكتشف بعد مدة كبيرة ان في اطفال بتتنمر عليه. يعني ايه تتنمر؟ يعني تستضعف ولد معين في المدرسة، وهو ده بيبقى الكورة اللي بيلعبوا بيها. لو اولاد شخصيتهم قوية شوية وعندهم عنف شوية ممكن يبهدلوا فيه طول النهار، يضربوا فيه، يذلوه، وهو مش قادر يعمل حاجة لان هو مش عارف، ويمكن مش عارف حتى يعبر بالكلام. عشان كده مهم قوي اللي بيربي طفل ان هو يبقى على طول عينه محطوطة عليه، على طول ان هو يلاحظ اي تغيير في السلوك. الطفل ابتدى ينزوى، الطفل ابتدى يخاف زيادة عن اللزوم، ابتدى يتلعثم في الكلام، ابتدى يحصل له تبول لا ارادي. دي كلها اعراض تخلينا ان احنا لازم نشوف اكيد الطفل ده اتهز هزة نفسية او عصبية. نقطة اللي بعد كده هناخد مجموعة اخطاء في تربية الاولاد احنا بنعملها بدون قصد، بدون ما بنكون احنا دريانين وواعيين، دي بتأثر جدا جدا عليهم وعلى سلوكياتهم. اول خطأ ممكن ناخده، اول حاجة ممكن ناخدها هي التدليل الزائد. احيانا احنا بنقع في الحتة ديت
واحنا فاكرين ان احنا يعني من كتر ما بنحبه مش عايزينه يتعب ابدا، كتر ما بنحبه مش عايزينه يزعل ابدا، وعايز اعمل كل حاجه عشان ارضيه، لدرجه ان احيانا بنعمل في الطفل ان هو يعني بننفخه نفخه كبيره ونحسسه ان هو ملك الكون، ان كلنا رهن اشارته وان كلنا موجودين لخدمته. اول طبعا الطفل ده يعني لحد ما يبقى عنده 4-5 سنين وبينزل الحضانه بتبقى الطامه الكبرى بالنسبه له. ليه؟ هو حاسس ان هو في البيت ملك، كلنا قاعدين باصين، يا سلام بص عمل ايه، بص اتكلم، بص عمل ايه، ده قال نكته، ومحسسينه ان هو كائن مبهر مفيش منه اتنين، وان اي حاجه بيعملها بنقول عليها واو ونتنضر عليها ونحكي عنها على لاهلنا ونضحك ونبقى مبسوطين. اول ما الطفل دوت بيبتدي يروح حضانه بتحصل له صدمه. ليه؟ لانه بقى واحد من ضمن 40-50، بقى عادي جدا، ما بقاش مبهر بالنسبه لحد، ما بقاش ويمكن ما يكونش مستوى الدراسي عالي، فالميس ما بتشجعوش، فبيحس ان هو قل قوي. عشان كده في اطفال تلاقيها بتعيط جامد جدا، مش عايزه تروح المدرسه، مش عايزه تروح الحضانه، ولا حتى عايزه تروح الكنيسه، لان هو حس ان مش دي البيئه بتاعته، ان بعد ما كان هو الملك في البيت بعد كده بقى يتعامل عادي وما بياخدش اكتر من حقه. دي حاجه بتألم جدا الطفل اللي هو اتعود على انه كده. التدليل الزائد بيطلع طفل غير سوي نفسيا، وده اللي بعد كده بنشتكي نقول اصل فلان دوت مش متحمل المسؤوليه، اصل ماما هي اللي كانت بتعمل له كل حاجه. ماما حتى احيانا بتبقى يمكن لو هو مثلا جالها على شوقه، ولا هو طفل يعني مميزه شويه، ولا هو ولد بعد كام بنت، ممكن ماما بتبقى مخلياه مش يعني عايزه كده تشيله من على الارض تشيل. في اطفال يعني حتى مش ما يعملش حاجه خالص، مد ايده بس كده تلبسه الكم، يمد ايده الثانيه يلبس الكم الثاني كده، يلبس الشراب، هو بس قاعد كده. يعني حتى لما بيكبر وحتى لما هو بيبتدي يقدر يخدم نفسه، في امهات بتستلذ ان هي تاخده على حجرها عنده 5-6 سنين وتاكله في بقه وتعامله ايه. طبعا دي حاجه مش سويه خالص لنفسيه الطفل. الاصل في المعامله ان هو بمجرد ما ابتدى يقدر يعمل الحاجه لنفسه انا ما اعملهاش. لو قدر يحط المعلقه في بقه وياكل انا ما اكلش تاني، لو قدر يلبس لنفسه الشراب انا ما لبسش تاني. ليه؟ انا بغرز جواه من وانت صغير اعتمد على نفسك، انت تقدر. مش لو انا غرست فيه دايما شعور العجز وان هو يتخدم، بعد كده الطفل دوت لما بيكبر بيتصدم صدمه شديده جدا، لان هو الحقيقه ما بيلاقيش في الحياه اللي احنا بنوجهه ليه او اللي احنا بنديهوله. المفروض ان انا كأم بربي او كتيتة حتى بربي، انا بخلي الطفل بديله نموذج مصغر من العالم اللي هو هيشوفه بعد كده. طب هل العالم يعني بيدينا كده كل طلباتنا عشان احنا نشتري لهم كل حاجه يقولوا عليها؟ احيانا تيتا وجدته بيبقوا يعني ايه، ما بقاش عندهم غير الطفل ده، ويمكن بيكونوا حاسين ان هم كانوا شداد شويه على اولادهم، على بابا وماما، فبيبقوا عايزين يعوضوا الطفل، فيقول لك انا او انا بحبه، ده مكافاه نهايه الخدمه، ده الحاجه اللي ربنا ادهاني عشان اتسلى فيها لما كبرت. بيبقى عايز يجيب له كل حاجه، ينزل معاه المحل مثلا الطفل يشوق كل اللي طوله ايده يجيبه له. لكن هل الدنيا بتدينا ده؟ هل الدنيا بتديني بعد كده كل اللي انا عايزه؟ يبقى احنا كده بنديلهم رساله خاطئه عن العالم اللي هم هيشوفوه. الحقيقه ان احنا لما بنكبر بنلاقي ان مش كل حاجه بنعوزها او بنطلبها بناخدها حتى من ربنا. هل كل طلباتنا بتستجاب؟ ولا في طلبات الله يقول لنا ايه؟ لا مش هتاخدها. وفي طلبات يقول لك هتاخدها بس مش دلوقتي، وفي طلبات هتاخدها على طول. فده التدريب اللي المفروض ان احنا ندرب عليه اولادنا،
ان اعلمه الانتظار شويه، لان اللي على طول يعني عصبي وعايز حاجته تبقى عنده يعني بسرعه وعايز كل طلباته مجابه، ده ما يطلعش انسان سوي. يبقى دي اول حاجه. النقطه الثانيه، ان عكس التدليل الزائد القسوة والشدة المبالغ فيها، ودي برضو يعني نقطة أخرى. يقول لك أنا بعلمه، أنا عشان يتربى، أنا عشان يتعلم. كان في ملك شرير، الملك ده كان اسمه منسة. الملك منسة عمل حاجة كانوا بيعملوها الملوك الوثنيين زمان، إن هو كان بيعبر أولاده في النار. كان عندهم عادة كأنه بالضبط بيقدموا تقدمة للآلهة الوثنية، فكانوا يجوا في وادي اسمه ابن هنوم، وادي بين جبلين. ابن هنوم معناه جهنم، وكان بيعبر ابنه في النار. الواد بعد كده عاش ولا معاش؟ طبعا ده ما بقاش يحصل دلوقتي، لكن اللي بيحصل دلوقتي ان في ناس نفسيا بتعبر اولادها في النار. التربية بتاعته بتبقى قاسية جدا، شديدة جدا. يمكن هو ما شافش غير كده يعني، لكن لما بيجي يربي بيبقى اكثر للبنت ضلة عشان مش عارفة يطلع لها كام. بيطلعوا يا جماعة لان حد جرب القسوة والعنف، يولد ايه؟ يولد غضب ضد الاهالي، يولد غضب، والغضب ده يتنه يكبر يكبر لحد بقى ما تقدر هي تتكلم، ونبص نلاقي بعد كده الصوت عالي والالفاظ طلعت، ولما بقى في ايديها قرارها ما تبقاش لا طايقه البيت ولا طايقه بابا ولا ماما، وعايزه تشربهم من نفس اللي هم شربوها. فعشان كده لا التدليل الزايد، ما عندنا مثل على التدليل الزايد ادونيه، ده ابن الملك داوود. ادونيه دوت كان شاب وجميل جدا، ولاد داود كلهم الظاهر كانوا جمال. كان بيقول الكتاب عنه انه لم يغضبه اباه قط. تخيل ابوه عمره ما قال له كلمة تزعله، اللي عمره ما قال له كلمة تزعله ده بعد كده نلاقيه انه من كتر التدليل ومن كتر ما هو كان عاوز كل حاجة، كان عاوز ياخد الكرسي الملك بدون حق بعد كده، ولدرجة كان عايز يتجوز كمان أبيشك اللي هي كانت حاضنة لداود، لأن لم يغضبه أباه قط. فلا، القسوة الشديدة بتأدي لأولاد أسوياء نفسيا، ولا حتى التدليل الزائد بيأدي لأولاد يعني مضبوطين نفسيا. النقطة الثالثة، عدم وجود نظام للحياة، ودي نقطة احنا يعني ما بنحسش قوي بأهميتها. لازم الطفل يحس ان هو في بيت وليه نظام. يعني ما ينفعش ان احنا ما يكونش لينا مواعيد للنوم، مواعيد للصحيان، لينا قواعد. لازم يكون فاهم القواعد، احنا ينفع يحصل في بيتنا كذا وما ينفعش. يقولك طب ما مش عارفة، طب ما فلان مامته بتجيب له، او فلان بيسيبوه يتأخر شوية، او فلان بيسيبوه يلعب في الشارع او كده. اقوله لا، احنا لينا قوانين، واحنا قوانين بيتنا بتقول ما ينفعش ان انت ترجعي بعد الساعة كذا. قوانين بيتنا بتقول ما ينفعش ان احنا نعمل السلوك ده، او ان احنا نلعب في الاماكن ديت. او لازم يحس ان احنا بيت ليه قوانين. على فكرة مع ان الاطفال بتبقى عايزة تتعدى القوانين ديت، لكن هي جواها بتحسسهم بالامان. مرة عملوا تجربة في علم النفس على اطفال، وخدوا الاطفال دول فوق سطح، والسطح دوت ما كانش ليه سور، وسابوهم يلعبوا. فبقى الاطفال يجوا عند الحتة اللي جنب السور ويبعدوا قوي، وخايفين ان هم يقعوا بقى، او متكومين كده في وسط الايه، في وسط السطح. بعد كده خدوهم في سطح ليه اسوار،
لقوا ان هم عمالين يلعبوا، وحتى لو خبطوا في وسط السور عارفين ان في حمايه. هي دي قوانين بيتنا. قوانين بيتنا مش بس احيانا يحسوا ان هي بتايدهم، لكن دي حمايه، دي الحاجات اللي بتحمينا. عارف ان بابا وماما ليهم نظام، عارف ان ليا مواعيد نوم، عارف ان ليا مواعيد صحيان، عارف ان ليا قوانين عشان اذاكر، عارف حتى ان ليا قوانين للعقاب. مش يبقى قاعد كده وفي اي وقت يلاقي نفسه مثلا مضروب له قلمين، او ما يبقاش فاهم انا بتكافئ ليه او بتضرب ليه. لازم يبقى فاهم انا بتكافئ ليه، ولازم ايه الحاجات السلوكيات المطلوبة مني، وايه الحاجات اللي ما ينفعش اعملها في بيتنا. إيه التذبذب في المعاملة، ودي نقطة مهمة جدا جدا احيانا بنتلخبط فيها وبنوصل لهم ميكسد مسج، رسالة مزدوجة. يعني لما يكون بابا كده جاي من الشغل وبابا تعبان ومرهق والبنزين لسه زايد، فهو يعني المية 111 ملازمة من اول اليوم، ويمكن نزل مثلا لقى عجلة العربية بايظة، ولا حصلت حادثة، ولا بتخانق مع مديره، فيدخل من الشغل عامل ازاي؟ شايط يكسر. فماما وهم بيحطوا الاكل تقول الواد ما كلش، ما كلش ازاي ما كلش، ويقوم نازل فيه وهتاكل غصب عنك وحكي له بقه مش عارفه ايه. والولد يفاجئ بان في مارد جاي من بره. نفس البابا دوت لو تاني يوم الدنيا كويسه ورخص البنزين، ولو ان ما تستنوش يعني نفس البابا دوت لو هو نفسيته مرتاحة وصاحي براحته ويوم أجازة والدنيا كويسة ومفيش أي حاجة تعكننه، لو ماما قالت له نفس الجملة ده مش راضي ياكل، يعمل ايه البابا؟ يا حبيبي طب مالك بس، طب تعالى نقعد قدام الكرتون، او خلاص سيبيه دلوقتي كمان شوية ياكل. ايه الرسالة اللي بتوصل للطفل؟ هو ايه الصح؟ هو الاكل مهم ولا مش مهم؟ بيحس ان هو، او عشان كده بيتفاجئ من تصرفاتنا. لما مرة اعاقب عقاب شديد جدا جدا على خطأ، ومرة تانية اعديها وما كأني ما شفتش، انا وصلت له رسالة ايه؟ لما بعض الاولاد يتكافئوا، اما يجي ابونا مثلا واكلم ابني قدامه واقول له لا ده ده جميل جدا، ده طيب، ده بيسامح، وولد كويس جدا، وبعد كده لما ينزل ابونا ولا يوم تاني يقول لك فلان ضربني، يقول له ضربك خرم له عينه، ما تسيبش حقك، ما تبقاش ضعيف، انا عملت له ايه؟ انا لخبطت له القوانين في حياته، فبقاش عارف هو يعمل ايه، هو ايه الصح، ايه السلوك المقبول، ايه اللي ينفع يتعمل وايه اللي ما ينفعش يتعمل. فدي لازم تكون قوانيننا ثابته، وهو يبقى عارف. ده بيديله طمان، مش يتفاجئ مره ان هو اتضرب على حاجه ومره تانية ان احنا عديناها عادي. دي مهم جدا ان انا ما اديلوش، وفي نفس الوقت ده يخلينا كمان ان بابا وماما لازم يتفقوا مع بعض. واقول لكم مش بس بابا وماما، ده بابا وماما وتيتا، لان التيتات الجمال الطيبين. مجرد ما يجي الطفل تقول له انسى بقى اللي ماما بتقوله لك، انت هنا في بيتي تعمل اللي انت عايزه. ماما مثلا منبهه، لا ده ما بياكلش شيبسي، او ما بدلوش حاجات فيها مواد حافظه، تقول له ماما ايه ده انا اللي مخلفه ماما ديت، هي ماما تعرف تتكلم معايا، تعالى خد تعالى. فبيحس بقى ان ايه الرسالة اللي بتوصله لما بقى ما تيتا تقول كده، او حتى لما بابا وماما يحصل بينهم اختلاف. ممكن يبقى الاب شايف ان الموقف ده يستحق العقاب، وان هو لازم ياخد يوضب الولد على اللي عمله، وتيجي ماما تقول ايه حرام عليك، طب وحياة الغلهين ما انت مدد ايديك، انا وصلت له رسالة ان بابا ده وحش مفتري، وتيتا وصلت لهم رسالة
ان انت اللي بابا وماما بيقولوه ممكن قوي يتكسر براحتك، بس تعالى عندي. عشان كده بعد كده لما يجي يتصادم الطفل مع بابا وماما، تيتا انا عاوز تيتا، او تعالى يا ماما، بنخلي اطفالنا بدون ما احنا بنترى ايه يقدر يلعب على الوشين، يعرف يجيب اللي هو عايزه ازاي. وده طبعا شيء مش 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 صح ابدا ان احنا نعلمه ده. لازم اعلمه الاستقامه، لازم اعلمه ان احنا الاثنين لينا راي واحد. طيب حتى لو احنا اختلفنا مثلا انا والزوج او انا وكده، هقول له وقت ما قدام الاولاد مش لازم ابدا نبين اختلاف، مش لازم نبين ان احنا متخانقين ولا لا ما تعمل، لا هيعمل ورجلك فوق رقبتك. ده بيديله رسالة ان احنا في بيت منفصل، منفصل ومنقسم، وان انت تقدر تاخد من كل واحد اللي انت عايزه. خدوا بالكم الاولاد حتى لو كانوش لسه بيتكلموا، لكن هم مخهم بيبقى ملاحظ او حاضر، او يمكن ما بيعرفش يعبر بالكلام، لكن هو بتوصل عنده التكنيك حلو قوي، وكمان بيعرف يجرب معانا طرق ايه اللي ينفع مع الناس دول. ماما ديت مثلا بتتكسف قدام الناس، او بابا لو صوتت على او صرخت في الشارع على الشوكولاته مش يعني منظره هيبقى وحش، فبابا من نوع اللي يعني ايه تنك شويه فهيجيبها لي. بيعملوا كده معانا ويقف يصرخ، او يقف مثلا يرمي نفسه في الارض في وسط المول عشان هو عايز لعبه معينه، او يمسك مثلا كيس غزل البنات ولا الكوره ولا الحاجه ويعمل لكم قتيل في الارض. وطبعا وخصوصا لو معانا ناس تانية، مهم جدا ان انا اعلمهم ده فرصة للتعليم، ما تخلوش ده يكسفكم، ده تبقى فرصة للتعليم اني انا عمري ما سياستي هتتغير. مهم جدا ان توصلوا، لان انا لو عملتها مرة واحدة بس، مرة واحدة بس وطلع هو الفايز، ان هو لما بيقع في الارض او لما بيصرخ او لما كده، فانا اديت له رساله ان هي دي الطريقه، المره الجايه هيصوت اكتر ويرمي نفسه اكتر. لكن لو قلت له مهما عملت انا لو عملت كده بالعكس انت هتتعاقب، واصر اني انا ما وافقش على حاجه غلط، لو عايز تتكلم اطلب الحاجه ببقك بدون صويت. احيانا في اهالي يقولوا له ان ماما ما بتسمعش الصوت العالي، لما تعرف تتكلم بطريقة كويسة وتقدر تطلب طلبك اللي انت عايزه بطريقة محترمة انا هجيبه، غير كده عمري ما هجيبه. النقطة اللي بعدها الحماية الزايدة والمساعدة المفرطة. في اهالي بتبقى حاسة ان هي يعني بتتعامل مع يعني ابنها او بنتها مهما كبروا شوية، ان هي ما بتدلوش اي فرصة لخبرات في الحياة، هو دايما قاعد في البيت، ممنوع يخرج، ممنوع يروح لجيران، ممنوع يروح لصحاب، يخرج لو يبقى في ايدي معايا. صح الدنيا بتبقى يعني شوية بنبقى خايفين عليه والدنيا فيها مخاطر كتير، بس الطفل اللي قاعد جوه أم دوت ما بيعرفش يتصرف بعد كده، وأنا بديله رسالة خليك جنبي، إيه ما تتحركش غير لما تقول، انت لو رحت هنا هتتخطف. انا بخوفه من الحياه وبخلي جواه مخاوف دايما، عمال الصوت ده يتردد جواه ان مجرد ما تمشي كده هتتخطف، مجرد ما تروح كده. فبخلي بخلق او بساعد في تنشئه اطفال خانعين. مهم ان انا اديله بعض الثقه في نفسه. طب هل هسيبه كده؟ لا هسيبه بس تحت اشراف. يعني لو طفل عنده 3 سنين مثلا هو بيبقى عاوز يكتشف الدنيا، اسيبه شويه يمشي بس انا وراه وعيني عليه. لكن إيه انا لو انا خليته دايما في ايدي ودايما معايا، ده بيخلق جواه نوع كده من الضعف، وحاسس ان هو ما يقدرش يعمل حاجه وخايف من اي خطوه بيعملها. كل ما تديله ثقه في نفسه وشجاعه دي بتبني في شخصيته. المساعدة المفرطة، ان انا بساعده بكل حاجة، دي بتخليه حاسس بالعجز او بعدم تحمل مسؤولية. بعد كده بنشوف ازواج بيتجوزوا ويكبروا ويخلفوا وهو
وهو أتب على 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 ظهر مراته. عارفين كده لما واحدة تبقى شايلة أفة وراها، مش بس هي شايلة مسؤوليات الأطفال، لكن ده الأطفال وأبوهم. طفل ما راجل ما بيعرفش ياخد قرار، ما بيعرفش يعمل حاجة، ما يقدرش يدافع حتى عن نفسه، ده بيبقى طفل معاق. المساعدة المفرطة، إن أنا بعمل له كل حاجة. مرة كان فيه ولد، الولد ده كان في أمريكا، ولد كان طايش شويتين، فكان ممكن ياخد عمل على مفتاح العربية بتاع بابا، وكان ممكن ياخد العربية ويمشي بسرعة شديدة جدا، والمرور هناك وقفه أكتر من مرة، وكانوا يعني يبيتوه في الاسم وكده، فكان يجي الأب يدفع الكفالة ويعتذر لهم، معلش أصل هو وحيد، أصل هو مدلل شوية، ويطلع الولد يكرر نفس الموضوع، ويطلع الولد يكرر نفس الموضوع. فراحوا بيه لواحد معالج نفسي، قال لهم انتوا عارفين مشكلة ابنكم الحقيقية ايه؟ مشكلة ابنكم الحقيقية ان هو ما عندوش مشكلة، كل مشكلة بتحصل له مين اللي بيحلها؟ انتوا اللي بتتواجدوا. فمن فضلكم لو عايزين ابنكم يتصلح، خلوا يبقى عنده مشكلة. بعد كده برضو سرق المفاتيح من بابا وجري ومشي اكتر من السرعة المحددة وعمل حادثة، فراحوا بيه الاسم، فعلى طول اتصل بالولد زي ما هو متعود، بابا تعالى الحقني. قالوا لا انا اسف، انا مش هقوم لك محامي وانت غلط، وطلب من الضابط ان الولد يتحاسب. طبعا لما تظبط يومين ثلاثة نايم في التخشيبة والأذى النفسي، وحس ان هو ابتدى يعقل ويفوق لنفسه. فمشكلة احيانا من ضمن مشاكلنا ان احنا ما بنعمل لهمش مشكلة. ده تعبان طول اليوم، حرام، اجي انا بقى على اخر اليوم اعمل له الايه؟ الواجب بتاعه، او اساعده، او لو كان في حاجة يعملها. فتعود ان ماما هي اللي بتعمل معايا الواجب، او ماما اصلا انا بصعب عليها، او انا اعمل نايم شوية فهي تقوم تشتغل هي مكاني، او هي اللي توضب لي اوضتي، او تعمل لي الحاجات اللي كان مفروض اعملها. انا كده بطلع طفل خالي من المسؤولية، ما عندوش شعور ابدا بواجباته، ده عاوز حقوقه بس. خدوا بالكم ده لما بيكبر بيبقى هو ده ابن امه اللي احنا، الله ما يوريكم ان حد ياخد النوعية ديت، اللي هو ماما عملت لي كذا، ماما انا بعيط يا ماما، ماما هناكل النهاردة بامية، ناكل، خليها تعملها، تقول له لا يا حبيبي انت بيجيلك اسهال منها، خليها تعمل حاجة تانية. ده متكل على طول على كيان اخر، وحتى لما ماما تكونش موجودة هتلاقيه متكل على مين؟ يا زوجه، يا زوجته، يا اما اي حد ليه شخصيه قويه شويه عنه. ما مش شايل مسؤوليه. نقطه كمان مهمه، عكس اللي احنا بنقوله، عكس الحمايه الزايده الاهمال الزايد. احساس الطفل ان هو ملوش قيمه ومش مهم عندنا وتفرق، وهو بيعيط عشان يتشال. خدوا بالكم في السنه الاولى الاطفال احيانا تبقى مغيره لهم ومأكلاهم وزي الفل، وبرده يزن، فتقول ماما او تقول تيتا ايه سيبيه يتفلق، ده هو عاوز يتشال وعايزين نعوده على الشيل. بالذات في السنه الاولى ما تستخسريش ان انت تشيليه على الفاضي وعلى المليان. ليه؟ لان هو في السنه الاولى هو لسه ما حسش ان هو اتولد اصلا. انتوا ده بيبقى مع الملائكه زي ما احنا بنقول كده، بيبقى لسه جواه احساس، هو لسه طالع من رحم، والرحم ده كان مغلفه في كل حاجة، فهو كان محتضن. فهو اكتر حاجة بيبقى عايزها ايه؟ ان هو يتشال ويتحضن، ده بيحسسه بالامان، وكل شوية بيبقى عايز يسترجع احساس الرحم دوت. مش غلط ابدا، لان ده اللي بيحسسه ان هو محبوب، وان هو مرغوب فيه، وان هو ده بينقله على فكرة، ده بيزود في الذكاء، وبينقله هرمونات السعادة،
وتلاقيه مجرد ما شلتيه، مجرد ما حس ان حد حواليه ايه، خلاص ما بقاش يعيط. ده مش غلط ابدا ان احنا نطبطب كتير في السن دوت ونشيل كتير في السن دوت، لان ده بيأيده جدا 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 نفسيا، فدي مش حاجة غلط. مهم ان هو يحس بكده. وبعدين خدوا بالكوا الاطفال في السن ده مبقاش عندها اي حاجة تعملها، فعنده ملل شديد. تخيلي حد فينا مثلا نايم 3 ساعات مثلا باصص للسقف، لا هو بيتحرك ولا هو بيتقلب ولا هو حاجة، شعور قاتل يعني. فبيبقى عاوز ان هو يتشال، يشوف اماكن جديدة، حد يضحك في وشه، دي حاجة بتنقله امان. لكن لو سبته يتفلق لحد ما ينام او لحد ما صوته يروح من كتر العياط، دي شيء مش صحي ابدا. بيحس ان هو متساب ومتروك وان هو ملوش لازمة ومحد مش بيسأل عليه. نقطة كمان، الحب المشروط. عارفين يعني ايه حب مشروط؟ حب بحبك لو، بحبك لو عملت، لو كلت طبقك هحبك، ولو عملت واجبك هحبك، ولو بقيت مؤدب هحبك. طب هو انا لو ما عملش ده مش هحبه؟ مش هحب ولادي؟ لا، بس انا لازم اوصل له ان انت محبوب في كل حالاتك زي ما الله حبنا نحبه، بنفس الطريقة ان إذ ونحن بعد خطاة مات المسيح لاجلنا. ما قالناش لما تحلو او لما سلوكه يبقى كويس او شارط هيعمل ايه عشان يحبنا. في فرق كبير بين الحب والاعجاب. حد عارف الفرق بين الحب والاعجاب؟ ايه الفرق بين الحب والاعجاب؟ سؤال سهل، تفضل. الاعجاب ايه؟ اشكرك اشكرك، جبت الحته الصح. الاعجاب لازم على شيء. انا معجب بعمل، عمل انا معجب بطفل جميل، يبقى لازم الاعجاب على شيء، في حاجة عملها او حاجة كانها يعني في شخصيته، في شكله، في طريقته. لكن الحب ده ملوش اي سبب زي ما الله بيحبنا. عشان كده احيانا اقول له انا بحبك جدا، لكن انا بصراحة مش معجبة بالكلمة اللي انت قلتها دي. كلمة دي لا هي كلمة مسيحية ولا الله يقبلها ولا أنا حتى أقبلها إنها تتقال في بيتي. إن بحبك جدا وده حبي ليك لعمره ما هينقص ولا عمره ما هيزيد، لأن أنت ابني وهفضل أحبك طول عمري مهما عملت. لكن أنا مش معجبة أبدا باللي أنت بتقوله، أو مش معجبة باللي أنت بتعمله، أو مش معجبة بالطريقة اللي أنت كلمت بيها بابا أو عملت بيها أختك. مش معجبة دي يعني انا دايما لازم افصل الشخص عن السلوك. انت بحبك جدا، لكن السلوك دوت اللي عايز الشخص اللي مليان حب وحاسس ان هو محبوب ده ينجح في حياته ويبقى عنده ثقة في نفسه. يا ناس طلعوا دكاترة ومهندسين واعلى مستويات علمية، لكن تلاقيه شخصيته مش مظبوطة. الشخص ده نفسيا مهزوز، ما نعرفش نتعامل معاه، وتلاقي الناس مش عايزه تتعامل معاه مهما كان ناجح. لكن في واحد تاني تحس ان عنده ثقه في نفسه حتى لو كان شغال ايه، ده نقدر نتعامل معاه لان هو حاسس ان هو محبوب في نفسه. النقطه اللي بعدها، ودي نقطه مهمه جدا واحنا في مجتمعنا للاسف مش عارفين نخلص منها، اتعودنا عليها واهالينا عودونا ان هما بيعاملونا بالطريقه دي، ان اللي بيغلط بيتضرب، واحيانا بالشبشب واحيانا بالحزام واحيانا بالعصايه واحيانا بيتمد في المدرسه واحيانا بيتعلق. انا بتكلمكم عن حاجات حقيقيه. بالعكس، الضرب ده هو بيخلق شخصيات عنيفة أكتر. فبعد كده يوم ما هو اتعود إن طريقة تعاملي معاه أو أي أو أول أنا ما بتضايق منه بستخدم الضرب، ما زعلش منه كمان شوية لما يضرب أخته أو يضرب أخوه.
لان ده اللي شافه في بيتنا. مهم جدا ان انا اعلمه. طبعا احنا يعني عندنا ورث من اهالينا واهالي اهالينا ان احنا ما اتعلمناش طرق غير كده. لكن دلوقتي بتوع علم النفس في طرق كتير جدا 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 ممكن اعاقب وممكن اعدل بيها السلوك من غير ما اهين ومن غير ما امد ايدي. الضرب بيخلي الطفل خانع وعنده استعداد، وخصوصا الاطفال. خدوا بالكم ان مش كل الاطفال نفسيتها زي بعض، في بعض الاطفال بتبقى نفسيتها اكثر هشاشة، وخصوصا البنات. يمكن الصبيان يعني نفسيتهم اقوى وما بيهموش، وممكن تضربيه بجح فيكي، لكن البنت ممكن تقعد 3 ايام في اوضتها تعيط لو حد بس جرح مشاعرها. وطبعا ما اقصدش كل الصبيان وكل البنات، لكن خدوا بالكم اللي عنده طفل نفسيته هشة شوية وضعيفة شوية ده عايز معاملة خاصة. الكتاب المقدس قال كده: ربي الولد في طريقه فمتى شاك لا يحيد عنه. في ناس عايزة معاملة خاصة، ما ينفعش اتعامل معاهم هما الاثنين بنفس الاسلوب، لان بدون قصد في اهالي وصلت اولادها فعلا فعلا للمرض النفسي. الاولاد فعلا تعبوا نفسيا وبقوا محتاجين علاج من كتر القسوة الشديدة مع نفسية ما كانتش مستحملة قسوة. النقطة اللي بعد كده يا ميس تفضلي. النقطة اللي بعدها الثناء المبالغ فيه، ان انا اشكر فيه عمال على بطال. انت ممتاز، انت رائع، انت مفيش منك اتنين، ايه الجمال ده، ده انت اجمل بنت في العالم، او انت اشطر ولد في العالم. لما انا بكل سلوك بيعمله انا بزود قوي وبشكر بطريقة اوفر قوي في الحاجات اللي هو بيعملها، بعد كده ده ما بيبقالوش قيمة عنده، ما بيحسش ان هو فعلا عمل حاجة تستحق ده. لازم لما يعمل غلط اقول له لا ده غلط وانا مش مبسوطة، ولما يعمل صح اقول له ده حلو ويستاهل، ولما يعمل صح قوي اقول له برافو عليك. لازم ما يحسش ان يحس كده بالمصداقية مع ماما. المقارنات والتوقعات الغير واقعية دي برضو غضب. تمام، ما احنا بنحاول نشوف طرق جديدة. تمام، حضرتك بتقول ان الاجيال مختلفة، وان الجيل بتاع زمان مجرد ما نقشر بس كده كانوا بيخافوا ويفرقوا. بس الحقيقة عندك حق، بس برضو ما اقدرش اقول يعني ان الجيل عشان فات يبقى كل حاجة عملها صح. في اجيال، في ناس مننا كانت بتسمع الكلام مش عشان هي عايزة تسمع الكلام، لكن عشان هي مقهورة، والقهر دوت بيطلع بعد كده على مين؟ على الزوجة. طبعا طبعا انا معاك. خدوا بالكم يعني مش كل اللي بيسمع الكلام ده يعني ان هو مفيش منه اتنين، ده اللي على طول كده بيقول ده مشكلة كبيرة، مش كده؟ الكتاب المقدس قال ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. مش كله نعم، لان اللي هيقول لك على طول كله نعم مع اصحابه هيقول كله نعم لما تتقدم له سجاره، ولما يقول لها تعالي نروح كده هتقول نعم. ليه؟ ما عرفش يقول لا، ما تعلمش. لكن يمكن الجميل في الاجيال اللي موجوده دلوقتي ان هو بيناقش، وشيء حلو قوي ان انا اخلي عقله يشتغل. طب انت فكرك انا بقول لك لا ليه، او تعالى نتناقش ونقعد نقعد مع بعض نتفاهم. وانا لما بحسسه ان انا بحترم عقليته، وخصوصا كمان من ضمن التكنيكس اللي ممكن استخدمها معاه ان انا اقول له طب انت حط نفسك مكاني، خليك انت البابا وانا البنتك، وبنتك عايزه تجيلك البيت الساعه 12، ايه رايك؟ هتقول لي ايه؟
يقولك لا، اقول لها لا، المفروض برضو ان احنا ناخد بالنا من كلام الناس، ومجرد ما عملنا تبادل للادوار هو يبتدي يحط نفسه مكاني فيفكر. جزء حلو ان هم يتناقشوا، مش ياخدوا الكلام كله زي ما بيقولوا مصدق. صحيح الموضوع ما بيبقاش مريح، لان احنا ممكن ندخل في مجادلات كتير قوي، لكن الشخص اللي ما بيقتنعش من جواه بالحاجة عمره ما بيعملها. هيعملها قدامك لكن من وراك مش هيعملها. عشان كده لازم القناعة تيجي من جواه. انا معاك معاك، ده حقيقي ده حقيقي. ممكن بعد كده نبقى ناخد مره ازاي نتعامل مع التكنولوجيا، وازاي نحدد ليها اوقات، وازاي نستخدمها في المكافاه والعقاب. التوقعات الغير واقعيه، انا كده اخرتكم. حاضر فاضل فاضل حاضر. اني اتوقع زي ما قلنا ربي الولد في طريقه، في توقعات احيانا انا ببقى من طالبها من الولد وهو هي مش في قدرته. عارفين القصه اللي حكاها دكتور مجدي اسحاق؟ كان بيقول مره ان كان في ولد، الولد ده كان شاطر قوي، ولما امتحن الامتحان جاب فيه 90%. فماما قالت له ايه؟ خفتك 90% بس اللي جايبها، ده اللي قدرت عليه. فالولد ابتدى يتنحرر كده شويه، وقعد يذاكر يذاكر جامد جدا. المره اللي بعدها جاب 95%. قلت له 95% وانت واللي جابه 100% احسن منك في ايه؟ انت ناقصك ايد ولا ناقص رجل؟ يا خفتك. ذاكر تاني في الشهر اللي بعده واجتهد، ولما اجتهد جاب 98%. عارفين قالت له ايه؟ خبتك. واللي جاب 100% احسن منك في ايه؟ الولد قال لا، انا بقى هاخدها تحدي، وانا يعني هموت نفسي. وبقى يسهر ليله الامتحان ويذاكر ويطبق علشان ما يخليش بقى ليه يعني اي حاجه، لازم يجيب الدرجه النهائيه. الشهر اللي جاء اللي بعده جاب 100% وجاي بالشهادة، فرحان جدا جدا، بيقول لها ماما انا جبت 100%. قالت له طب في كام واحد زيك جاب الدرجة النهائية؟ قال لها 3 في الفصل. قالت له يا خفتك، يبقى الامتحان كان سهل. في امهات اللي احنا بنسميهم طالبي الكمال، هي عايزه الكمال، وعايزاه دايما هي فاكره ان هي كده بتعمل فيه ايه. ده احيانا في ناس بتحطم، بالعكس، ده اللي جاب 48% وتاني شهر جاب 51%. اقارن، ما تقارنيش حد بالتاني، ما قارنوش بينه وبين اخوه. عشان كده بعد كده لما يكره اخوه ويضرب اخوه بنرجع نزعل. اقارنه بينه وبين نفسه. حلو قوي، انت تقدمت، انت تشطرت، هو ده مستواه. والنجاح في الحياه يا جماعه، اختم باخر قصه، نجاح في الحياه ملوش اي علاقه بالتعليم. يا ناس اجتهدت وطلعوا اوائل الثانويه العامه، وعملوا فعلا بحث، عملوا بحث عن اوائل الثانويه العامه، ان دول لما تخرجوا من كليات بيقولوا ما لقيناش حد لا نبغ ولا طلع ولا عمل ابحاث ولا عمل حاجه زي ما كنا متوقعينهم. النجاح الدراسي ملوش اي علاقه. احكي لكم اخر حكايه اختم بيها. كان في مره واحد اسمه عم حنا، راجل عم حنا دوت كان امي، ما كانش يعني متعلم خالص ولا حتى بيفك الخط. راجل ده اشتغل فراش في كنيسه، ولما اشتغل فراش في كنيسه كان زمان شويه يعني قبل بقى الايميلات وكده، كان بيوزع البريد. فلما يجي جواب للكنيسه باسم مثلا القسيس فلان ولا الاخ فلان، كان يروح يديه لواحد تاني غلط لانه ما بيعرفش يقرا، ويجي مراسله او مثلا تلغراف لواحد معين يروح يديه لواحد تاني. فكان بيلخبط الشغل خالص عم حنا، ولقوه مش نافع، فقالوا له احنا اسفين، احنا مش هنقدر ان احنا نشغلك.
راجل زعل جدا وبقى مش عارف يعمل ايه. بعد كده لما ساب الخدمه في الكنيسه ديت وراح اشتغل، ابتدى يشتغل مع واحد في مصنع، وعمل في مصنع ازاز، وابتدى يشتغل ويكبر شويه. وبعد كده الدنيا مشيت معايا، فشارك واحد تاني في المصنع، وبعد كده هو بقى صاحب المصنع، وبعد كده المصنع بقى اثنين وثلاثه، وربنا عمال يبارك في نجاحه. فواحد شافه وقال له معقوله يعني كل اللي انت عامله دوت وكل النجاح وكل الفلوس ديت وانت ما بتعرفش تفك الخط؟ امال لو كنت بتعرف تفك الخط كنت عملت ايه؟ قال لهم كان زماني فراش في كنيسه. بجد النجاح ملوش اي علاقه، النجاح ليه علاقه بالطفل الواثق في نفسه اللي شاعر ان هو محبوب وعارف قيمته عند الله والناس. امين. ربنا يدينا نعمة ان احنا نكون لولادنا الاباء اللي حسب فكر الله. ربنا يديكم نعمة.